صباح الخير. موضوع عايز اتكلم فيه سريعا، بقابله كتير جدا لما بشوف حالات عندي في العياده. بيجيلي اوقات كتير اطفال في الفحص، وبعدين لما بسال ولي الامر لو الطفل طبعا عنده تاخر حركي او عنده شد او عنده تشوه في القدم او في الايد، هل حضرتك معاك جبائر بتستخدمها للطفل؟ فبيقول لي اه معايا جبائر، ولكن مثلا بيبقى في شويه مشاكل او معلومات خاطئه في الجبائر. ان اوقات بيتقلل لولي الامر البس الجبيره دي 24 ساعه، طيب البس الجبيره دي 12 ساعه، البس الجبيره دي 4 ساعات، البس الجبيره دي 5 ساعات. والحقيقه يا جماعه بس في نقطه مهمه جدا، ان مفيش قاعده ثابته لمده لبس الجبائر للطفل، لان الموضوع ده بيعتمد على مرض الطفل نفسه ومشكلته ومقدار التشوه ومدى الشد اللي عند الطفل وايه الغرض من لبس الجبيره. طبعا اوقات لو الطفل لبس الجبائر مثلا، وهنفترض ان طفل عنده قصر في وتر الكاحل، وبعدين انت لبسته جبيره عشان تقلل الشد اللي في وتر الكاحل، لو انت لبست الطفل الجبيره 24 ساعه بغرض ان انت تقلل الشد، اوكي انت استفدت من ان الجبيره عاملة إطالة مستمرة لوتر الكاحل، ولكن أنت فقدت مجموعة أمور أخرى. أولا إحنا عايزين الكاحل نفسه يشتغل. تمام، في عضلات بتحرك مشط الرجل للأعلى وللأسفل، إحنا بنسميها الأنجل استراتيجي. طيب ما هو أنت لما تلبس الطفل وتثبت مفصله في وضعية معينة 24 ساعة ولا 22 ساعة، أنت عملت حاجة بس فقدت أمر آخر. بتلاقي ان عضلات الكاحل عند الطفل ضعيفة جدا جدا جدا، وبالتالي الطفل لما نيجي نوقفه بيبقى عنده خلل رهيب جدا في الاتزان. تمام، نقطة تانية، اوقات كمان المستشعرات الحسية او الاحساس بتاع القدم بيتأثر نتيجة لبس الجبائر فترات طويلة جدا. فانا وجهة نظري في موضوع لبس الجبائر، لازم تبقى الاخصائي بتاع العلاج الطبيعي واخصائي الجبائر والاطراف الصناعيه اللي محدد لك الجبائر يكون فاهم جدا طبيعه المرض اللي عند ابنك، المشكله بتاعته، وبناء عليه يقول لك نلبسها قد ايه في اليوم. لان لازم يكون في وقت احنا بنستفيد منه من لبس الجبيره او المسند او واتيفر اسمه ايه في الدوله اللي انت فيها او الارثوزس، والوقت اللي المفروض نقلعه فيها بحيث ان القدم تكتسب المهارات اليومية من الاكتيفيتي اللي بيمارسها الطفل في حياته، زي ان هو يدوس على الارض، زي ان هو يبقى واقف مستند على شيء وهو دايس على الارض في نفس الوقت. فلما جسمه يتحرك للامام والخلف يبدأ الكاحل يشتغل، يبدأ عضلات الكاف ماسل او بنسميها السمانة او بطة الرجل تبدأ تشتغل، عضلات مشط الرجل الامامية تشتغل، احساس الطفل بالارض بالملامس كمان، القدم دي نفسها بتدخل للطفل احساس من ان هو واقف على رجله، احساس ان هو منحني للامام للخلف. يعني الموضوع اعمق واكبر من مجرد ان انا ملبسه جبيره لمجرد بس عشان عنده شد في وتر الكاحل. انا بدي مثال واحد، طبعا في امثله تانية كتير، في جبائر لو طفل عنده خلع في الحوض، لو طفل تاني عنده كلاب فوت اللي هو القدم المخلبيه، كل مشكلة ولازم بيحتاج الطفل ان هو يلبسها، يلبس الأرثوزس او الجبيرة فترة طويلة طبقا للمشكلة. اوقات طبعا بنضطر ان يبقى احنا لابسين الجبيرة جباير 22 ساعة مثلا لو بعد عملية جراحية. فلو انا لابس لو انا طفل طالع من عملية جراحية وانا عايز أأمن العملية وخايف ان الطفل يعمل اي حركة تبوظ العملية الجراحية، طبعا ساعتها هنلبس الجبائر فترات طويلة، بس ده بيبقى وضع مؤقت لحد ما نطمن تماما ان المكان اللي اتعمل فيه الجراحة التأم 100%، مفيش اي مشاكل، الطفل يقدر يدخل في مرحلة التحميل على الرجلين. فيا جماعة مفيش قاعدة ثابتة لموضوع لبس الجبائر، مفيش حاجة اسمها اي طفل يجي لك في المركز كأنت كأخصائي او انت أخصائي جبائر تقول له ايه 24 ساعة 22 ساعة. حضرتك مدة لبس الجبائر بتعتمد على ايه؟ ان بتعتمد على 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 المشكلة نفسها والغرض اللي انت محتاج تلبس بيه الجبائر. تمام، دي نقطة حبيت اوضحها
في موضوع لبس جبائر القدم او الرجل او ايا كان النوع الكبيره اللي ابنك بيستخدمها. بالتوفيق ان شاء الله. دكتور اسماعيل ابو شادي، اخصائي العلاج الطبيعي وتاهيل الاطفال، مدير مراكز المستقبل. موفقين ان شاء الله.